الله وبركاتكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين طريقة. برجع لكم في حلقه جديده من تقييم اليوتيوبر راكب مع الاسطوره ثامر. طبعا قبل ان نبدا لك اشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، والله من زمان ما صورت معك. يلا اول تقييم عندك اللي هو دارك هالو نحط الصراحه جيد جيد. يلا ثاني واحد اللي هو هيمكس. عندك هيمكس الصدق؟ شوف انا بعطيه جيد جدا لانه محتوى كويس. يلا ثاني شيء عندك، اصبر بس خلنا صغير سعود اخوان، لان ترى اليوتيوبر اليوم كثار. طيب سعود اخوان بالنسبه لي دقيقه نصغر هيمكس. خلاص خلنا اخي كبير بزياده. خلاص ما يحتاج، ترى بيكفي خلاص بيكفي. المهم يلا قيمنا. طيب سعود اخوان بالنسبه لي اذكر كنا نحطهم اعلى شيء، بس الحين والله ما ادري. اول كنا نحطهم اعلى شيء بس الحين لا. بالنسبه لي جيد جدا سعود اخوان. ثالث واحد اللي هو عندك اللي هو ريكس اللي هو رائد. الصدق شوف انا ما اعرف، افاخذ عندك التقييم. بالنسبه لي انا اقسم بالله الصراحه يعني بكره. يلا ها الثالث اللي هو بندريتو. انا الصدق بحطه جيد الصدق. يلا خذ ابو فله. ثالث ابو فله عند ثامر، كم قيمه؟ بالنسبه لي ابو فله روعه. اوه اكرهه سكاستك يعني. دوري اللي هو وليد قصص، انت ما تعرفه. ما عندي 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 والله ما اعرفه. وليد قصص الصدق بحط روعه، لاني الصدق قصصه كويسه يعني تعجبني. انت كمستك بالنسبه لي محتوى يعجبني روعه. يلا هات انا عندي الشارع عربي، تعرفها عربي عربي محتوى كوره. والله لا حط روعه، والله لا حط روعه اقسم بالله. مس محتوى اصبر بس اصبر. والله خلي عربي كويس. خلاص خلي كده بس. هذا شو اسمها رائد من ذا رياكس؟ ما ادري والله ما ادري عنك. رياكس لا رائد. على كيف رياكس؟ رياكس مين يا مريض؟ هذا رائد. اي رائد. هذا مفلح. هذا رائد. هذا مين اجل؟ والله ما ادري قيمه. انت ما لي دخل، انت اللي جبته. والله ما ادري. دقيقه بس. طبعا هذا اتوقع انه اصبر ثامر يبحث عنه باليوتيوب. اكتب سريع مين هو. والله ما ادري. مش كمان الف هو رائد ولا حط شفره رياكس. لا هذا مو هو الا جلذا. مين جلذا؟ مين؟ دقيقه هذا بفله. لا بفله وين ابو فله؟ هذا مين؟ اجل خلنا نطلعه برا القائمه لانه ما لا ولا دقيقه بلا دقيقه مش نعرفه. فارس النصراوي. اي ذا ما محتوى جدا يعجبني روعه. حطها هنا روعه. يلا هات التقييم عندي. هات هات يلا. لا الثالث دقيقة. الثالث اللي هو فهدفو. ما تعرفه؟ اي ما اعرفه. يلا فهدفو روعة يا اخي. خلاص رابع واحد دربحة. تعرفه؟ اي عارفه دربحة. حط الصدق. شوف انا بس اللي يعجبني فيه انا بخليه جيد جدا، عشان اللي يعجبني فيه القصص الصدق. من زمان ما نزل قصص. خلصنا كذا وبس يا جماعة، خلصنا. أتمنى أن الفيديو عجبكم، فلا تنسونا لايك والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.